حققت بلادنا المركز الثالث في مسابقة موسكو الدولية للقرآن الكريم في نسختها 22، وذلك بفوز القارئ اليمني من أبناء محافظة تعز عزيز سلطان يحيى بالمركز الثالث في المسابقة. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي. من حق تعز أن تفخر واليمن ككل، لقد حقق الممثل اليمني القارئ عزيز سلطان يحيى المركز الثالث في مسابقة موسكو الدولية للقرآن الكريم في نسختها 22 التي أقيمت في العاصمة الروسية موسكو خلال الفترة الحالية. يعتبر القارئ عزيز أحد خريجي مدارس المؤسسة الخيرية لهيئة سعيد أنعم وشركاء، حيث شاركت المؤسسة بوفد ترأسه عضو المنتدى بالأستاذ محمد عبد الواسع هايل. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. كما شهدت المسابقة حضور عدد من الشخصيات البارزة، من بينهم الشيخ الدكتور صادق محمد عبد الله مستشار المؤسسة والمشرف العام على لجنة تحكيم مسابقة موسكو، والشيخ نجيب محمد عبد الله مدير إدارة المدارس والمساجد بالمؤسسة وضيف شرف رئيسي في المسابقة، والشيخ محمد عبد الحميد مشرف قسم التعليم وعضو لجنة تحكيم المسابقة. وهذا نتيجة يعني طبيعية لوجود كثير من القراء اليمنيين عبر المؤسسة القرآنية ودعم وزارة الأوقاف والإرشاد. بفضل من الله سبحانه وتعالى حققت اليمن المركز الثالث وجاءت بمنتخب إلى مسابقة موسكو الدولية للقرآن الكريم. مثل هذا المنتخب مؤسسة الخيرية لهيئة سعيد وشركاء الأستاذ محمد عبد الواسع سعيد والشيخ نجيب محمد عبد الله والأستاذ محمد عبد الحميد، وكنا أيضا هنا حاضرين في هذه المسابقة كمشرفين أو مشرف عام على لجان التحكيم في هذه المسابقة الدولية. تحقق الهدف وحقق سلطة الجمهورية اليمنية هذا المركز المتقدم. هذا الإنجاز يعكس الجهود المستمرة للمؤسسة في دعم الطلاب وتحفيزهم على التميز في مجال القرآن الكريم. نعيم خالد، لقناة عدن الفضائية تعز.